السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قصه جديده. اي بنت قبل المرحله ديال الزواج كيتقدموا ليها بزاف ديال الشبان، واما كيكون قبول او رفض من طرفها باش تختار الزوج المستقبلي اللي غادي تكمل معاه حياتها، وهذه هي بطبيعه الحال سنه الحياه. لكن للاسف ولينا كنشوفوا مؤخرا العديد من الجرائم اللي ترتكبوا في حق فتيات بريئات، ذنبهم الوحيد انهم رفضوا الزواج من هذاك الشخص. شحال من وحده رفضت ولات كتعيش كابوس، ولات كتهدد، وكيبقى هذاك الشاب تبعها ومنغص عليها حياتها وربما يقتلها، بحال القضيه ديال نيرة اشرف اللي دارت ضجه في العالم العربي، كذلك الطالبه الاردنيه ايمان رشيد وسلمى بهجت والكثير، وأميمة طالبة المغربية كانت حتى هي واحدة منهم واللي هي البطلة ديال القصة ديالنا اليوم. أميمة شابة مغربية تزادت سنة 1997، كتسكن في مدينة مولاي دريس الزرهون، واحد المدينة اللي كتواجد بالقرب من مدينة مكناس. أميمة من صغرها كانت بنت هادئة ومتخلقة، ما كدير لا صداع لا مشاكل، كانت ذكية ومتفوقة في الدراسة ديالها، كتبغي تقرا، كتجيب نقاط مزيانين، وكان عندها طموح كبير انها تخدم ودير مستقبلها وتعاون والديها. أميمة هي الوحيدة عند الوالدين ديالها، كانت عزيزة عليهم بزاف ومدللة، اي حاجة بغتها كيوفروها ليها. واخا ظروفهم المادية كانت شوية قاصحة، لكن الاب ديالها كان كيتقاتل مع الوقت باش يوفر لعائلته ولبنته اي حاجة خاصهم، وراكم عارفين فاش كيكون الاب والام عندهم غير وليد او لبنية وحدة، فكتكون عزيزة عليهم بزاف وكيكونوا مهتمين بها اكثر. من بعد ما خدات الباك ديالها، أميمة اختارت انها تكمل الدراسة ديالها في المجال ديال القانون، وفعلا تسجلت في كلية الحقوق اللي كاينة في مدينة مكناس. وبما ان الكلية بعيدة بزاف على البلاصة فين ساكنة، والديها غادي يكريو ليها مع الطالبات في واحد المنزل قريب بزاف للجامعة، وهنا أميمة غادي تبدا حياة جديدة ومختلفة. بدات الدراسة ديالها الجامعية وهي متحمسة وعجبها الحال، وتعرفت على أصدقاء جداد، قرات العام الأول العام الثاني، الأمور كانت غدا مزيانة وكانت داخلة سوق راسها، من الدار للافاك ومن لافاك للدار. النقط ديالها كانوا مزيانين، الطموح ديالها كان كيزيد نهار على نهار، وكانت كتقول لوالديها بلي غادي تزيد في القراية حتى تخرج وتولي قاضية. كان هذا هو الحلم ديالها اللي خلا والديها يكافحوا كثر ويديروا اي حاجة في جهدهم باش بنتهم تكمل الدراسة وتحقق هذا الحلم. وكيف ما كتعرفوا الدراسة الجامعية كتكون مختلفة بزاف على الدراسة في الثانوي. أميمة ولات اكثر نضج، ولات كتحس بالاستقلالية اكثر، بدات كتعرف على الناس جداد، وبدات كتوسع الدائرة ديال المعارف ديالها. في هذه المرحلة بالضبط غادي تتعرف أميمة على واحد الطالب حتى هو كيقرا في الكلية، سميتو منير. منير ما كانش كيقرا مع أميمة في نفس المستوى، وهو كان فايتها بعامين. المهم تعرفوا على بعضياتهم، وبحال كاع الطلبة كيمشي وكيخدموا مجموعين، الا احتاجت هي شي حاجة كيوريها ليها بحكم هو فايتها وعنده الدروس والامتحانات والبحوث، واي حاجة بغتها كيساعدها فيها. التواصل بيناتهم كان مستمر، وشوية بشوية هاد الصداقة اللي ولات بيناتهم غادي تحول مع الوقت لإعجاب بالنسبة لمنير، بحكم ان أميمة كانت بنت زوينة بزاف وبنت ظريفة ومؤدبة، فبدا كيكون مشاعر تجاهها، ولكن أميمة كانت كتعتبره فقط صديق وزميل في الدراسة. منير بدا كيحاول يتقرب اكثر من أميمة، كيتلقى معها يوميا في الجامعة، كيتواصل معها، الاهتمام ديالو بها كيزيد نهار على نهار، وكيحاول يبين هادشي ليها، لكن أميمة ما كانتش كتجاوب معاه، وكانت كتهضر معاه فقط في حدود وفي أمور الدراسة، حيت كانت حاطة هدف في حياتها وباغا توصل ليه، وما كتفكرش نهائيا في هادشي. واخا كانت كتهرب، منير بقى مصر وصارحها وقالها ليها نيشان، قال ليها انا راه تنبغيك وباغي نتزوج بك، لكن أميمة بطبيعة الحال غادي ترفض
بحكم انهم بجوج مازالين كيقراو ومازال ما حققوا حتى شي حاجه في المستقبل ديالهم، وماشي الوقت ديال هاد الهضره نهائيا. منير حتى كيبعد من اميمه وكيعاود مره اخرى يرجع عندها ويطلب منها نفس الطلب، لكن اميمه كتبقى مصره وما كتراجعش على القرار ديالها. بقات الامور بيناتهم بحال هكا حتى وصلت اميمه للسنه الثالثه في الكليه، وفي نفس الوقت منير غادي يتقبل في واحد المباراه ديال اداره السجون وغادي يتوظف فيها. هنا غادي يفرح بزاف لانه بدا كيشوف حياته غادي تقاد وغادي يدير المستقبل ديالو، وقال مع راسو الخدمه الحمد لله ها هي تيسرات، غادي نمشي عند اميمه ونقولها ليها ولا طلبت منها الزواج اكيد غادي توافق. من بعد ما قاد الاوراق ديالو ورصى اموره في الخدمه فعلا غادي يمشي عندها، وقال ليها باللي راني خدمت وراني باغي نتزوج بك على سنه الله ورسوله. لكن الصدمه هي فاش غادي ترفض اميمه مره اخرى وغادي تقول ليه انا راه تبعني بزاف ما يدار، خاصني نكون مستقبلي، خاصني نخدم، خاصني نعاون والديا، وهادشي راه قلت لك في الاول وما كنفكرش في الزواج نهائيا. لكن واخا هكاك منير حاول انه يقنعها وقال ليها باللي الزواج ما غاديش يكون عائق، بالعكس انا غادي نخليك تكملي قرايتك وتخدمي وتحققي داكشي اللي بغيتي وغادي يكون المستقبل ديالنا مزيان. المهم عيا ما يحاول انه يقنعها بكل الطرق، ولكن والو اميمه بقات شاده في هضرتها. بالرغم من هادشي كامل منير ما غاديش يستسلم وغادي يقرر انه يمشي يتوجه نيشان لمولاي دريس ويمشي عند العائله ديالها باش يهضر معاهم. فعلا غادي يمشي عند الاب ديالها وغادي يتلاقى معاه واحد النهار في السوق وغادي يصارحو ويقول ليه انا راني باغي نتزوج بنتك اميمه على سنه الله ورسوله. الاب ديالها غادي يقول ليه بلي انا راني عارف بنتي مزيان، اميمه ما باغاش تزوج حاليا حتى تخدم وتوظف، شحال جاوها ديال الخطاب وما قبلاتش وما غاديش تقبل حتى تخدم، يعني هاد الفكره ديال الزواج غير حيدها من بالك. منير واخا هكاك بقى كيترجاه وقال ليه غير هضر معاها عافاك واستشر معاها وحاول انك تقنعها. قال ليه الاب ديالها صافي كون هاني انا غادي نحاول ويكون خير ان شاء الله. منين كيمشي الاب عند بنته كيقول ليها اشنو كاين، قال ليها بلي راه جا عندي واحد الشاب سميتو منير وقال ليا راه تيعرفك وتيقرا معاك وبلي راه خدام وراه طلب يدك وبغى يتزوج بك. اميمه كان عندها نفس الرد وقالت الاب ديالها بلي هي ما باغاش تزوج دابا حتى تكمل قرايتها وتوظف، وهذا الشيء راه مقتنعه به 100%. من بعد منين كيتواصل منير مع الاب في الهاتف كيقول ليه بلي البنت راه رافضه، الله يسهل عليك والله يلاقيك مع شي بنت الناس اخرى. من بعد هذا الرفض كامل منير غير ما غيزيد يتعلق باميمه، ولات كتبان ليه شي حاجه مستحيله وبغى يدير اي حاجه باش يوصل ليها، وما قدرش انه يحيد الفكره ديال اميمه من باله. وهنا الاسلوب ديال منير غادي يولي عدواني اكثر، ولا ديما تبعها كيدير ليها المشاكل في لافاك وكيحرجها حدا الاصدقاء ديالها ما كيخليهاش على راحتها، ولا كيغوت عليها بزاف وكيقول ليها انت غادي تكوني معايا وما يمكن لكش ترفضي. وصلت الامور حتى للعائله كيهضر مع باها مره اخرى، عاوتاني كيمشي عند خالها وكيقول ليه هضر معاهم باش يعطيوني بنتهم، المهم بدا كيدير ليهم المشاكل والمضايقات. وهذا الشيء بقى غادي وكيتطور حتى وصلت بين الامور انه بدا كيهددها هي والعائله ديالها وكيقول ليها غادي نشوه بك والتصاور ديالك اللي عندي غادي نشرهم في مواقع التواصل الاجتماعي. بالرغم من هاد التهديدات اميمه كانت مازال مصره وما كانتش مسوقه لكاع داكشي اللي كانت يقول ليها. الاب ديال اميمه منين وصلت به الامور حتى لهكا مشى عند العائله ديال منير باش يتبرى منه ويوقفوا عند حده، وفعلا مشى عندهم وقال لهم هضروا مع ولدكم راه عيق علينا بزاف، راه كيهددنا وكيهدد البنت ديالنا، هي راه ما بغاتوش ومازال باغا تقرا وما باغاش تزوج حاليا. فعلا العائله ديال منير مشاو وهضروا معاه باش يدير عقله، لكن والو، منير تيدير غير داكشي اللي فراسو وبقى مستمر في هذا الشيء. المهم بقات الامور غدا بحال هكا حتى لواحد النهار سنه 2018 بالضبط نهار 29 شتنبر، كان يوم عادي بحال ديما. فقت اميمه الصباح مشات للقرايه ديالها، دوزت الصباح ديالها في الكليه، من بعد خرجت هي وواحد الصديقه ديالها ومشاو تغداو في الدار وبداو كيوجدوا راسهم باش يمشيوا لواحد الندوه كانت عندهم في غرفه الصناعه والتجاره اللي كانوا منظمينها الاساتذه ديالهم،
الندوه كانت مع الخمسه ديال العشيه، بداو كيوجدوا راسهم وخرجوا مع الدار مع ديك الربعه ونص. شدوا طاكسي حيت كانت كطيح الشتا بزاف. من بعد وصلوا ونزلوا امام غرفه الصناعه والتجاره. منين نزلوا الصديقه ديال اميمه سبقتها بواحد الخطوات، وهي بقات باش تسلم على شي طلبه كانت كتعرفهم. وفي هذه اللحظه بالضبط كتفاجئ اميمه بمنير واقف قدامها، اللحظه اللي بغات تزيد فيها وهو يصرفقها واحد التصرفيقه لوجهها اللي قويه بزاف. الصديقه ديالها بقات غير مصدومه من هذا التصرف وبغات انها تدخل وتمنعه، ولكن ما قدراتش. منير عاود ضرب اميمه مره اخرى بواحد الضربه قويه للبطن ديالها. البنت مسكينه ما عرفت راسها باش تبلات وما قدراتش تدافع على راسها. منير كان في واحد الحاله هستيريه وما مسوقش للناس، وفي البلاصه كيجبد واحد السكين اللي كان دايره في وسط الكتاب وطعنها في البطن ديالها عده طعنات. الناس هنايا بدات غير كتغوت والروينه ناضت. الصديقه ديالها كذلك بقات كتبكي وكتغوت ومشات كتجري لغرفه الصناعه بالضبط في القاعه ديال الندوات باش تخبر الاساتذه. منير بقى مستمر في الطعنات اللي وصل العدد ديالهم اكثر من 20 طعنه، حتى واحد ما قدر يوقفه حتى طاحت اميمه جثه هامده. مباشره كيجبد منير الدواء ديال الفيران وكياكلو باش ينتحر. وفي هذه اللحظه واحد الرجال اللي كانوا تما قدروا انهم يشدوه، لكن كان اللي عطى الله عطاه حيت اميمه صافي فقدت الحياه. اغلب الناس كانوا كيصوروا، صوروا اميمه فاش كانت طايحه في دمايتها، وصوروا منير حتى هو في ديك الحاله كان كيغوت وما كيخليش الناس تصوروا. وهاد الفيديوهات انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي، والمغاربه كاملين كانوا مصدومين بهاد الجريمه هادي والطريقه اللي ماتت بها اميمه. من بعد جاو البوليس وجاو الاسعاف هزوا اميمه وهزوا حتى منير، لانه ديك الساعه كان كيرد حاشاكم، وبانوا عليه الاعراض ديال التسمم. داوه مباشره باش يديروا ليه غسيل المعده. الوالدين ديال اميمه تلقاو الخبر بواحد الصدمه، خصوصا انهم شافوا هذيك المقاطع اللي تنشرت في الانترنت. تاثروا بزاف وما تيقوش ان هذا الشيء وقع لبنتهم، وخرجوا في بزاف ديال المنابر الاعلاميه وطالبوا بالاعدام لهذا الولد اللي ضيعوه في بنتهم الوحيده. الناس كلهم بكاو معاهم وتضامنوا معاهم. من بعد ما خرج منير من المستشفى داوه المقر الشرطه باش يبداو معاه التحقيق، وهو غادي يعترف بطبيعه الحال لان كل شيء شافه وكل شيء موثق في الفيديوهات، ما عنده كي يدير ينكر. غادي يعترف وغادي يبقى يقول لهم الدوافع اللي خلاوه يرتكب هذه الجريمه هذه. غادي يقول لهم باللي هو وياها كانوا في علاقه لمده ديال 5 سنوات وهما مع بعضياتهم، وفي هذه المده كامله كانت حتى هي باغاه وقابله انهم يتزوجوا، ما كانوش بيناتهم كاع المشاكل، حتى لواحد النهار اللي دخل فيه واحد الشخص جديد لحياتها. وهنا فين غادي تتغير الامور، هذا الشخص هو الاستاذ ديال اميمه في الكليه. وحسب الاقوال ديال منير تيقول لهم باللي هذا الاستاذ من نهار دخل لحياتها اميمه تقلبات عليه، حيت هذا الاستاذ كان باغي يتزوج بها ولات كتفكر غير فيه وخلاته هو وسمحت فيه. المحققين منين مشاو عند العائله ديالها، الاب والام ديالها كينفيو كاع هادشي اللي قال لهم. قالوا لهم باللي هاد الهضره ما كايناش كاع، بالعكس هذاك الاستاذ ما صرف فينا غير الخير، وبحكم كان قريب للطلبه ديالو وديما كيسمع لمشاكلهم بهدف انه يعاونهم. كانت اميمه كتقول ليه المشكل ديالها وان منير كان تيهددها وتيبغي يشوهها في الكليه. والاب ديالها بدوره خدا الهاتف ديال هاد الاستاذ هذا وهدر معاه وترجاه انه يتدخل ويوقفو عند حده، بحكم ان منير كان كيقرا عنده حتى هو وكان تيعرفو مزيان فيقدر يدير بوجهه ويحشم منه. وفعلا الاستاذ تواصل مع منير في الهاتف وحاول انه يهدل الامور بيناتهم، ولكن واخا هكاك بدون جدوى منير كان تيدير غير داكشي اللي في راسه، فما كان عنده حتى شي دليل انه يثبت بان هذا الاستاذ هذا عنده دخل في هذا الشيء وكان باغي فعلا يتزوج اميمه. بالعكس كان هذا الاستاذ معروف بزاف ومحترم وكل شيء كيشهد بالكفاءه ديالو، وكبر من اميمه بزاف ومزواج وعنده ولادو ومستحيل يفكر في بحال هذا الشيء هذا، وكان كيعتبر الطلبه والطالبات بحال ولادو. المهم كثر القيل والقال عليه، وفعلا غادي يخرج للاعلام هذا الاستاذ هذا وغادي ينفي هذا الشيء كامل اللي كان كيتقال عليه، وقرر انه غادي يتابع قضائيا
اي واحد حاول انه يشوه السمعه ديالو. واصلا حتى كون كان هذا الشيء صحيح اللي قال على الاستاذ فهاد الشيء ما كيعطيهش الحق انه يقتلها، لانه ما كاينش تبرير للقتل. منير ضيع حياته وحياه هذيك البنت، وهو عوض ما كان غادي يخدم في اداره السجون كموظف دخل ليها للاسف كسجين. وسنة 2019 صدر الحكم النهائي وتحكم عليه ب 30 سنة. كانت هذه هي النهاية ديال القصة ديالنا اليوم. قولوا لي في التعاليق واش كان كيستاهل هذا الحكم اولا لا، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرحم أميمة ويجعل متواها الجنة. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا بالقناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. كنشكركم بزاف على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.